بسم الله الرحمن الرحيم، معكم اخوكم نور الحائي من ارض الممنوعات، معرض غصن الزيتون بمحافظه الجيزه. النهارده بنسلم عربيه سوزوكي فان 20 جوهره. بنسلم النهارده حته من الممنوعات للاستاذ محمود اللي مشرفنا من منطقه مصر القديمه بمحافظه القاهره. حابين بس نعرف رايه في المعامله بتاعت الناس الموجوده داخل المعرض ورايه في العربيه. اول حاجه رايك في العربيه؟ عربيه كويسه، امكانياتها كويسه الحمد لله، لا فيها ورومه ولا فيها اي حاجه. فيها رخصه طويله؟ فيها رخصه سنه ونص. تمام قوي. عرفت طريق المعرض منين؟ على النت. متابعين على النت يعني؟ تمام. طب ايه رايك في المعامله بتاعت الناس الموجوده داخل المعرض؟ بصراحه ناس محترمه وناس كويسه جدا، محدش اثر معاك في حاجه؟ لا ناس كويسه 10 على 10 بصراحه، محدش، وفي تسهيل في كل حاجه. دفعت واستلمت وانت واقف على طول؟ تمام، انا لسه بدافع النهارده وجيت النهارده واستلمت. وانت ماشي على طول؟ تمام الحمد. تمام قوي. طب الناس اللي بتتابعنا دلوقتي على النت تحب تقول لهم ايه عن اللي انت لقيته هنا؟ والله اللي عايز ياكل عيش ويجي هنا. تمام، الناس دي كويسه ومعاملتها كويسه. تمام، وراضي عن المكان يعني؟ الحمد لله. الحمد لله، راحه نفسيه اهم حاجه، الراحه النفسيه. تمام قوي. بنا بنتمنى من ربنا نديك خير ويوفقك شر ان شاء الله. امين يا رب، ويستر طريقك كده وانت مروح ان شاء الله. امين. رعايه الله يا باشا. سلام.